ايش هو التي تو دي كي؟ نرجع مرة أخرى لرسمتنا اللي تعودنا عليها. بعد الار اف بولس صار عندي فليب وان فيز. مجرد ما أطفي الار اف بولس قلنا راح ترجع الماجنتيزيشن فيكتورز للينجوتودينال بلين، وسمينا هذه البروسيس تي 1 ريكفري. في الحقيقة في شيء ثاني يصير، أو بروسيس ثانية تصير بنفس وقت الريكفري اللي هي الدي كي. الدي كي معناه باختصار ان البروتونات اللي كانت ان فيز راح تصير اوت اوف فيز، فكل بروتون بيدور بجهة مختلفة عن الثاني. عشان توضح الصورة اكثر بنشوفه من زاوية ثانية من فوق. تخيلوا ان كل سبينز كانت ان فيز قبل ما نطفي الار اف بولس وتدور حول الترانسفيرس بلين بمسار حلزوني. طبعا هذا السهم يعبر عن ملايين سبينز، بس احنا نعبر عنه بسهم واحد، يعني ما رح نرسم مليون سهم، لا هو واحد يعبر عنهم كلهم. تمام. طيب قلنا انها انفيز وتدور حول الترانسفيرس بلين. بعدها بنوقف الار اف بولس، ايش بيصير؟ رح يبدأ هذا الانتظام في الدوران يتفكك، يصير للديفيزنج نفس ما هو موضح هنا. طيب احنا قلنا تي 1 ريكفري سبين لاتس الانرجي اعطتها للسراوندينج تيشو، لكن اذا الانرجي انعطت للسبين او البروتون المجاور بدال ما تنعطى للسراوندينج تيشو نفس ما هو مكتوب rather than into the lattice، فهذا الشيء راح يسبب اختلال في دوران البروتونات المنتظم، بالتالي راح تفقد خاصية الان فيز وراح تصير out of phase، وصار عندي تي 2 دي كي. وراح نسمي هذا البروسيس سبين سبين ريلاكسيشن. ليه؟ لان زي ما قلت انتقال الانرجي بيكون بين سبينز، سبينز بينها وبين بعض. تمام. طيب الحين عرفنا ايش هو التي 2 دي كي. طيب ايش هو التي 2 ستار دي كي؟ احنا اذا عندنا ماجنت كبور او الماجنت حقي مثلا 1.5 تسلا، من المستحيل انه يكون كل نقطه جوات الماجنت 1.5 بالضبط. في بعض الأرياز عندها ماجنتك فيلد سترينث أعلى بشوي من المين ماجنتك فيلد نفس ما هو موضح باللون الأحمر، وبعض الأرياز العكس تكون الماجنتك فيلد سترينث أقل بشوي من المين ماجنتك فيلد نفس اللي باللون البنفسجي. هذا الشيء نسميه انهوموجينيتي، وموجود بكل MR ماشين. هذه الانهوموجينيتي البسيطة بتأثر على الديفيزنج. كيف؟ خلونا نسترجع لارمر إكويجن. اللارمر إكويجن تقول إنه البريسيشن فريكونسي يساوي الجايرو ماجنتيك ريشيو ضرب الماجنتيك فيلد سترينث، وقلنا إنه في علاقة طردية بين البريسيشن فريكونسي والفيلد سترينث، يعني كل ما زاد الفيلد سترينث راح يزيد البريسيشن فريكونسي، والعكس صحيح، كل ما قل الفيلد سترينث راح يقل البريسيشن فريكونسي. البريسيشن فريكونسي نفس ما شرحت أول هو سرعة دوران البروتون السبيد. تمام. طيب الصورة اللي على اليسار بنلاحظ ان وقت ما احنا مشغلين الار اف بولس كل سبينز ان فيز ودورانها جماعي ومنتظم وكل شيء تمام، وهذا شيء فاهمينه وخلصنا منه. لكن بعد ما نطفيه الصورة اللي على اليمين سبينز بتكون تحت تأثير المين ماجنتيك فيلد، فإذا كانت نواة الهيدروجين موجودة بالاريا اللي عندها ماجنتيك فيلد سترينث اعلى من المين ماجنتيك فيلد، فالبريسيشن فريكونسي حقها بيزيد، سبيد حقتها بتزيد، مو قلنا بينهم علاقة طردية؟ والعكس إذا كانت نواة الهيدروجين موجودة بالأريا اللي تكون الماجنتيك فيلد سترينث أقل من المين ماجنتيك فيلد، فسبيد حقتها بتكون أقل. فهذا الفرق بالسرعة يسبب ديفيزنج سريع مرة، لأن في سبين صارت سريعة وسبين الثانية بطيئة وهكذا. تمام؟ فدورانها ما صار مع بعض، تبدأ يصير لها out of phase و decay، فبيدور كل بروتون بجهة مختلفة عن الثاني. تمام. هذا decay T to star decay يصير بسبب الانهوموجينيتي اللي بالماجنت، ويعتبر سريع مرة، فما رح نلحق انه يعطينا signal قوية، هو رح يعطينا signal ضعيفة جدا، بالغالب اصلا ما نستفيد منها ونسميها free induction decay signal.
عشان كذا دائما نستخدم 180 ريفوكسينج بلس، يعني ما نكتفي بال90 لأننا بالواقع ما نستفيد من السيجنال الأولى اللي طلعت لنا. أنا شرحت بالفيديو اللي راح كيف تطلع لنا الفري اندكشن ديكاي سيجنال، والحين عرفنا سببها اللي هو من الانهوموجينيتي. حلو، طيب نختصر. الديفيزنج يصير عندي بسببين، واحد سبين سبين ريلاكسيشن، وهذا الديفيزنج المفيد لنا والمطلوب ونسميه تي 2 ديكاي. ثاني سبب للديفيزنج يكون بسبب الانهوموجينيتي ونسميه تي 2 ستار ديكاي. طيب ايش يقصد بالتي 2 ديكاي تايم او تي 2 ريلاكسيشن تايم؟ عندنا هذا الكيرف نلاحظ انه قبل ما نطفي الار اف بولس انتظام البروتونات حول ترانسفيرس بليم 100%. لما اقول انتظام اقصد انها ان فيز تدور مع بعض. لما نطفي الار اف بولس نلاحظ انه يصير ديفيزنج مع الوقت نفس ما شرحت اول. تمام، التي 2 ديكاي تايم يقول لك انه the time it takes 63% من transverse magnetization to dephase. بمعنى لما يصير ديفيزنج ال 63% من transverse magnetization بنشوف كم اخذ وقت. هذا الوقت هو التي 2 relaxation time. طيب اذا صار عندي ديفيز ال 63% من transverse magnetization يبقى عندي كم؟ 37%. 100 ناقص 63 يساوي 37. فأنا أقدر أعرف الـ T2 relaxation time بس بتعريف ثاني. أقدر أقول أن مثلا the time it takes for 37% of transverse magnetization to be left in phase. وهو طبعا constant، قيمة ثابتة وتختلف من تيشو لتيشو. طيب في سؤال ممكن يجيب بالنا، ليه بالذات 63% D phase و 37% in phase؟ الصورة توضح السبب. الحالة الأولى لما تكون كل spins in phase وتدور بالtransverse plane سواء كانت fat أو water بتعطينا signal قوية، بس بدون contrast ممكن يفيدني لأن السignal اللي طالع منهم كلهم نفس الشيء وبيكونون كلهم بنفس اللون، فما أقدر أفرق بين التيشوز وهذا الشيء إحنا ما نبيه. لكن بالحالة الثانية لما يكون عندي 63% D phase وباقي 37% in phase فبيكون عندي كل ميزتين سيجنال وبنفس الوقت كونتراست مقبول بين التيشوز، لأن أصلاً الديفيزنج يختلف من تيشو لتيشو فبقدر أفرق بينهم. أما الحالة الثالثة فبيصير الديفيزنج لكل التيشو اكتمل، فما رح يكون عندي سيجنال أصلاً ولا رح أقدر أفرق بين التيشوز. سو الحالة الثانية هي هدفنا عشان نطلع إمجز بكونتراست معين. آخر شيء بتكلم عنه هو T2 decay time للفات والواتر. ذكرنا أول أن T2 decay يصير بسبب انتقال energy بين spins بينها وبين بعض. فالفات بما أن جزيئاتها متقاربة من بعض نفس ما شرحنا أول وعندها tumbling rate match Larmor frequency، فبيكون سهل مرة نقل energy بينهم ويصير diffusing أسرع. فالتي 2 ديكي تايم يعتبر شورت بالنسبة للفات. ونلاحظ بالرسمة ان الكيرف ينزل بشكل حاد وهذا طبعا بسبب سرعة الديفيزنج عند الفات. اما الواتر فهو العكس، جزيئات الواتر زي ما قلنا اول متباعدة عن بعض او المولكيولر تمبلينج doesn't match the Larmor frequency، بالتالي تبادل الانرجي بين سبينز بيكون اصعب فالديفيزنج بيكون بطيء مرة، والتي 2 ديكاي تايم للواتر يعتبر لونج. وبس أتمنى كل شيء يكون واضح ومفهوم. شكراً.